الحقيقة غير المعروفة عن وصول الإسلام إلى الهند هي أن الإسلام جاء إلى الهند في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعود علاقات الهند التاريخية مع الدول العربية إلى أكثر من 5000 عام من التجارة بين الحضارات القديمة في وادي السند ودلمون. كان التجار ورجال الدين العرب يجتازون المحيطات العملاقة للوصول إلى سواحل الهند للاستمتاع بالأسواق الصديقة للأعمال والجو الثقافي الغني والمجتمع المثير للإعجاب. نشط ميناء جوجا في جوجارات منذ القرن الخامس، وازدهر كنقطة تجارية رئيسية خلال القرن العاشر إلى القرن السادس عشر. نزل الصحابة الأوائل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في جوجا في أوائل القرن السابع كتجار وليسوا غزاة. بنوا مسجد برودة الذي كانت القبلة في اتجاهه القدس قبل أن يتم الكشف عن الأمر بمواجهة مكة. كما سافر صحابة آخرون إلى ولاية كيرالا حيث التقوا براجا تشيرامان بيرومال الذي صادف أن شهد معجزة انشقاق القمر. تمنى أن يسافر معهم للقاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتوفي أثناء عودته. كتب وصية إلى محافظه بالسماح للعرب ببناء مسجد، ويسمى هذا المسجد اليوم مسجد تشيرامان جمعة. عندما زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المملكة العربية السعودية في عام 2016، أهدى الملك سلمان بنسخة طبق الأصل من مسجد تشيرامان جمعة. منذ ذلك الحين أصبح الإسلام والمسلمون جزءاً لا يتجزأ من الهند، مما جعلهم يشكلون ثاني أكبر عدد من المسلمين في العالم بعد إندونيسيا. ومن الحقائق الشهيرة أيضاً أن الإسلام نزل في العالم العربي، بينما تم الحفاظ عليه في شكل تصحيح الأحاديث في الهند. واليوم يتذكر كبار العلماء العرب أسماء نذير حسين دهلوي ونواب صديق حسن بوبالي باحترام شديد. ولد مولانا أبو الكلام آزاد وزير التعليم الأول في الهند في مكة لأبوين هنديين. كان مفسيراً للقرآن وقائداً عظيماً. تحتفل الحكومة الهندية بذكرى ميلاده كل عام باسم يوم التعليم. الهند ليست موطناً لملايين المسلمين والهندوس واليهود والمسيحيين فحسب، بل إنها تستضيف أيضاً طوائف مسلمة مختلفة مثل الصوفية والشيعة والسلفية والديوبندية والبهرة